طبعا هي احنا بنشتغل باليوم، يعني احنا بنشتغل، يعني احنا لو بنقول احنا في الشهر، يعني في السنة، مثلا السنة اللي فاتت كنا عاملين 5 مليار 600 مليون دولار، لو نقسمه على 30 يعني يطلع مثلا حوالي 12 مليون دولار، 14 مليون دولار حاجة كده في اليوم. ده تأثير واقف طبعا، يعني بدون شك طبعا متأثرين، يعني مش هنقدر نقول ان احنا مش متأثرين، ما نقدرش نكذب يعني، السفن واقفة، القناة واقفة يعني دلوقتي. اتفضل. Rory Jones from the Wall Street Journal. Two questions, if I may. What's the current thinking on the time frame for removing the boat? Are we talking days or today? And the second question is, it seems like, I think you said that the dredgers arrived on Wednesday, Smith Salvaged arrived on Thursday. Were you quick enough to respond to this crisis? السؤال كان عن ارسال الكركات، الكركه مشهور اللي وصلت يوم الاربع، وصول سمات فريق الانقاذ البحري من شركه سمات وصوله يوم الخميس. هل قناه السويس كانت سريعه كفايه في اتخاذ الاجراءات الخاصه بالتعامل مع هذه السفينه؟ طبعا احنا يمكن ما شرحنا بالتفصيل، احنا الخطوات اللي احنا خدناها كان مع بدايه الازمه على طول، اول ما حصل الحادث احنا كنا متحركين على كذا محور، منهم خمس كركات كان في البداية، فتح غرفة عمليات، اتصال بالتوكيل وبالشركات، الإدارة الهندسية بدأت تشتغل على البنك اللي كان حصل فيه التكسير ده، لما لقينا إن القطارات في وقت معين من اليوم شغلها بيبقى ملوش تأثير كبير، دخلنا الكركات بحيث تعامل عامل مساعد، ودي يمكن أول مرة تحصل عملية إن الكركات بتعامل في عملية إنقاذ لسفن، لكن كان تفكير جديد واثنوا عليه شركه سميت. فيعني تحركنا طبعا لا كان سريع جدا، وكنا متواجدين معاهم كل يوم بنتناقش، وفي اخر اليوم بنشوف احنا النتائج. حتى انا يمكن لو لاحظتوا ان انا اتكلمت على النتائج اليوم الاول، وان ما كانش في تحد حاجه خالص نتائج، اليوم التالي ما كانش في نتائج، بدانا في اليوم الثالث يبقى في استجابه للدفه واستجابه للرفاص، وتحرك المؤخر بتاع السفينه 4 من 10 درجه لناحيه الجنوب. يعني احنا واخدين بالنا ان احنا حتى كل يوم بنقعد نشوف ايه اللي عملناه وايه اللي التقدم اللي احنا خدناه. تكلم حضرتك على الزمن المتوقع لحل المشكله، زي ما قلت برضه يمكن جاوبت ان صعب دلوقتي ان احنا نقول بالظبط توقيت لحل المشكله، لان احنا بنقول زي ما قلت السفينه كبيره، حجمها كبير وحملتها كبيره وفي عمق قليل، وبالتالي زي ما بقول ان احنا حملات الدفع والشد والتكريك، انا ما اعرفش السلوك بتاع المركب هيعمل ايه، يعني احنا كنا متوقعين في اي لحظه ممكن تنزلق من على المكان اللي هي موجوده فيه وتتحرك. احنا زي ما بقول برضو ان احنا بنفضل شغالين في السيناريو اللي ناجح، لما بيفشل بننقل للسيناريو اللي بعده واحنا نكون مجهزين، لكن توقيت بالظبط ما اقدرش بصراحه اقول لانه مش عارف. Concerning the first part of your questions, if there is a specific time frame to solve this problem, I cannot advise with a specific time frame. It's subject to the response of the vessel and how we can deal effectively with such a situation, considering the tide scenarios, considering also how we restored the power to the rudder and the propeller in the vessel. We are optimistic about it, but once more, I cannot advise you with a specific time frame. Moving to the second question about our quick response, from the first moment we dispatched our quick response and rapid response salvage teams to the incident location, we've started by the tugging, pulling and pushing scenarios, deploying our mega tugboats, and also we have dispatched our dredgers, and we've effectively for the first time executed a dredging operation close to a vessel. For the first time, one of our dredgers is involved in a salvage operation. We have moved quickly, and also with the assistance of Smith Salvage team, we have been doing a professional job. We have moved from the first moment, and once more, we will spare no efforts, but yet there is no specific time frame for the conclusion of the situation.